لو في حاجة محتاجينها طول الوقت نطلبها منه نحن نشوفه. قل يا رب خلينا نشوفك. وأحسن مكان نشوفه فيه هو في الصليب، هناك بنعرف حبه لينا. يا رب يسوع، لو في حاجة يا رب بطلبها منك النهاردة يا رب، يا رب ارسم شخصك بقوة روحك يا رب وسطينا يا رب. يسوع المسيح وإياه مصلوبا، ما فيش يا رب أي حاجة هتكلم يا رب جروحنا غير جروحك، وما فيش إله مجروح غير شخصك. فجايين يا رب نقول لك يا رب تعال يا رب كلم جروحنا بجروحك، وكلم شخصنا وألمنا بشخصك وبألمك. في الوقت ده يا رب هنعرف نقول لك بجلدته شفيت. يا رب جايين لك يا رب نحط بين ايديك كل مجروح وكل متألم، كلنا مجروحين وكلنا متألمين، لكن بين ايديك الحنية بنضع نفوسنا كما الخالق امين في عالم الخير. امين. مطلوب مني اتكلم عن الجزء بتاع الألم، المؤمن والألم. والخدمة هتقسم لعنوانين حبيت أخليهم قريبين من بعض عشان يبقوا سهلين شوية معانا. عنوان الأولاني، جزء نص الأولاني، حل الحلول. حل الحلول. كلنا بنقابل مشاكل طول الوقت وألم ووجع، بس في حل للحلول كلها، يجمع الحلول كلها. لكن في الجزء الثاني هتكلم على حلوله، الحل حلول شخصه، وجود شخصه، عمل شخصه. محدش فينا يستثنى نفسه من حاجتين. الحاجة الأولانية الخطيئة، كلنا خطأ، كلنا خطأ، وده الكتاب بيقول جميع زيغوا فسدوا وأعوزهم مجد الله. بس مش بس كده، في أيوب 14:1 بيقول لأن مولود المرأة قليل الأيام شبعان تعب. محدش يستثني، كلنا مجروحين، كلنا تعبانين، كلنا عندنا موضوع. لكن عايز أسأل في أول جزء، حل الحلول، حل الحلول ده جاي لمشكلة المشاكل. عارفين ايه مشكلة المشاكل؟ ايه مشكلة المشاكل؟ المشكلة اللي طلعت كل المشاكل هي الخطيئة. فحل الحلول لمشكلة المشاكل الخطيئة. الخطيئة هي اللي عملت كل المشاكل. شوف اي مشكلة في حياتنا هتلاقي وراها الخطيئة. مش بس الخطيئة اللي احنا عملناها، لكن الخطيئة اللي اتعملت فينا. فالخطيئة هي المشكلة، هي اللي عملت الأزمة. طب ليه بقول كده؟ لما نيجي نروح لتكوين 3 من عدد 14 لعدد 19، في الجزء اللي فيه ربنا بيكلم آدم وحواء وبيكلم الحية، شوفوا الحاجات اللي اتكلم عنهم الرب. كلم الحية قال لها كده، أضع عداوة بين نسلك، بينك وبين المرأة، وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. إيه رأيكم في عداوة وشكاية وتجربة إبليس موجودة؟ أيوب يبين لنا كده، كان عنده عداوة، كان عنده شكاية، كان على طول، مع أنه أيوب كان بار، لكن كان على طول عايز يخليه يدخل في مشاكل. هل ده موجود؟ موجود. هل احنا في حرب روحية طول الوقت؟ موجودين في حرب روحية طول الوقت. الرب بيشيل حاجات، بس في حاجات بتحصل بحسب إرادته. بس الحاجة التانية،
احنا مش بس بنعاني من الم من عداوه ابليس، لكن بنعاني من الم في الجسد. كلنا بنمرض، كلنا بنتعب، وما كانش مطلوب المرض ولا التعب. وهنا حط جزء من المرض الجسدي او التعب الجسدي او الوجع الجسدي، وحطه تحت كمثال لي هو وجع المراه لما تلد. فبيقول: وقال للمراه: تكسيرا اكسر حبلك، بالوجع تلدين اولادا. بس في مشكله تانية. كم واحد فينا اتوجع في علاقات، واتوجع في علاقات اقرب العلاقات، علاقه الزوج بالزوجه. شوف الخطيه عملت ايه لما بيقول انه الى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. اشتياقك هنا مش معناها الحب، لا، معناها ان بشكل ما فيك سياده منك وهو ما بيحبكيش. وكم مره الزوج ما بيحبش جوزته كما يجب، كما احب المسيح الكنيسه كتير. كم مره المراه ما بتخضعش لجوزها كما تخضع المسيح للكنيسه كتير، الكنيسه للمسيح كتير. وده مشكله المشاكل. احنا عندنا عداوه، عندنا وجع والم، عندنا وجع في العلاقات، عندنا تعب في الشغل. كم واحد فينا لما بيتعب في الشغل وما يلاقيش الموجود، فبيقول له تعب العمل، فما بيقول له بالتعب تاكل منها كل ايام حياتك. بس الارض دي ما بقاش زي زمان، وبقى فيها مشاكل، وبقى في بيحصل اوبئه وزلازل وبراكين وي وي وي، في حاجات بتحصل في الطبيعه. فبيتكلم عن كوارث طبيعيه، فبيقول له: شوكا وحسك كعلامه منها، شوكا وحسك تنبت لك. واخيرا الموت، حتى تعود الى الارض التي اخذت منها. اخر عدو يبطل هو الموت. الموت متعب؟ سبب تعب، ايوه. بنعدي بعداوه ابليس، بنتعرض ليها، بنعدي بالم الجسد، بنعدي بوجع في العلاقات، بنعدي بالم بتعب في الشغل، بنعدي بمشاكل بتحصل حوالينا من اوبئه وزلازل وحاجات في الطبيعه، بنعدي بده كله، بنعدي بالموت، بنعدي بده كله. ولكن يجي بعد كده ليه يحصل كده؟ في القرن الرابع قبل الميلاد في واحد فيلسوف طلع قال: بصوا، في ثلاث حاجات. واحد، الإنسان الله هو صالح للأبد وكلية الصلاح، جميل، يعني بيعمل كل حاجة حلوة، والله مسيطر على كل حاجة ومفيش حاجة بره سيطرته، يعني هو ما يحبش الشر لأنه صالح، ويقدر يمنع الشر لأنه قادر. فبكده احنا عندنا شر، يبقى مفيش الله. وده بنسمعه كتير، وده بنسمعه كتير، وده ساعات ابليس بيحطنا فيه لما يقول لنا في شكايه علينا، انه في وقت الصعب بنقول: هو فينك انت يا رب؟ المعادله دي عشان نظبطها، او الكلام ده علشان نظبطه، محتاج اقول حاجتين تاني. الاله كلي الصلاح، ايوه، إله كلي السلطة، صحيح، لكن هذا الإله كلي الصلاح وكلي السلطة عنده كلي الحكمة، فعنده قدرة إن هو يعمل حاجات لأسباب إحنا ما نعرفهاش، لكن حكيم. بس مش بس كلي الحكمة، لكن كلي البر، يعني ما بيعملش حاجة غلط، الله ما بيعملش حاجة غلط، فكل اللي بيعمله ليه أسباب صح وبرة وعدلة. إذا كنت بتؤمن بإله كلي القدرة وكلي الصلاح، لازم تؤمن بأنه هو كلي الحكمة، فبيعمل حاجات وإحنا ما بنعرفش أسبابها إيه، زي ما حصل مع أيوب، وكلي البر، فيعرف
يعمل كل اللي بيعمله صح. وده اللي ساعات إبليس بيبعده عننا في وقت الصعب وشككنا فيه وشككنا في عدله وشككنا في أمانته. لكن الناس قعدت تفكر بقى في حاجات كتير بقى، أفكار عن إزاي كأننا نبرأ ربنا من مشكلة الألم، وكأن ربنا محطوط في محاكمة بسبب الشر اللي موجود في الأرض. لكن ده مش صح. احنا ما بنحطش ربنا في المحاكمة ولا بنقف قدامه ونقول له ايه يا رب. هفكر معاكوا في حتة ازاي نكون وانا في ألمي بتكلم مع الرب ازاي، واحنا في ألمنا لازم نتكلم. بس لحد ما اوصل معاكوا الحتة دي، انا بفكركم ان احنا بنفكر مع بعض في انه في ألم وفي مشكلة في دماغنا بنقف قدامها في الألم. يا رب هو أنت لو بتحبني ليه تعمل كده معايا؟ لو بتحبني ليه يحصل معايا كده؟ وبشك يا إما في صلاحه ليا يا إما في سلطانه. لكن الرب سلطانه متسيد على الكل وحاكم الكل وصلاحه للأبد. في قصة هقول بس حاجة في موضوع الناس اللي بتحاول ان هي تلاقي تبرئة لربنا. الله غير مطلوب منه يقول لنا كل الأسباب اللي بتحصل معانا في ألمنا. ده فين في الكتاب؟ أيوب لما نيجي نقراه تلاقي ان هو كان عنده اسئله كتير لربنا. ليه يحصل معايا كده؟ ليه ده انا بار؟ ليه ده انا ما عنديش مشاكل؟ ليه ده انا مش زي الناس التانيه الاشرار؟ ليه يحصل معايا كده؟ يجي له الرب وما يجيبوش على ولا سؤال من الاسئله. يجي يقول له هو انت تعرف وتعرف وتعرف وتعرف. لان مشكله ايوب كان شكه في صلاحه وشك في صلاح ربنا وفي سلطان ربنا، كان مش شايف حكمته من وراء اللي بيحصل ده كله، ومش واثق في بره من وراء اللي بيحصل ده كله. الرب مش لازم يكون بيقول على كل الأسباب لينا، مش لازم نفهم كل الأسباب. يكفي لما يكون عندنا أسئلة نيجي نعلقها على مواعيده على صلاحه ونقول له هقضيها من غير إجابات. يكفي وجودك مليني ثبات. هحطها علامات الاستفهام، هحطها على هو مين مش إيه اللي بيحصل معايا. في قصة حد راوي كتب القصة دي اسمها قصة مسرحية الصمت الطويل. مسرحية دي خدتنا وكأننا رحنا لليوم اللي فيه ربنا هيحاسب كل الناس. واتخيل ان هو واقف قدام المدينة السماوية والناس واقفة كتير قدام المدينة السماوية، والناس منتظرة ربنا علشان يجي يقول لها انت، يحاسبهم على اللي هو عملوه في حياته. فراح بنت وقفت قالت حاجة، قالت على ايه حاسبني؟ انا عشت عبدة وفي نهاية حياتي موتوني، سجنوني وموتوني، ليه اعيش كده؟ هيحاسبني على ايه؟ طلع واحد تاني من الشباب قال انا تعبت جدا وعشت كعبد وعشت وورى لهم الجزء اللي كان مكتوب على جسمه باسمه، وقال لك وفي الاخر لاني اسود رحت اترميت
في النار في حاجة حصلت في القرن اللي فات اسمها المحرقة، محرقة النازيين، حصلت لليهود وغير اليهود. بعد كده واحد تاني طلع قال احنا انا عشت حياة صعبة جدا ومن غير اكل ومن غير شرب وحصل معايا كذا وكذا. بنت طلعت تانية تقول انا مت وانا حامل لان حصل لي اغتصاب واهلي ما سابونيش في حالي، على ايه حاكمني؟ مش غلطتي، لكن الناس ما سابتنيش. اتلموا الناس وقالوا احنا هنحاكم قبل ما يحصل لنا حكم من ربنا، احنا لازم نحاكم ربنا. وقعدوا مع بعض ممثلين من كل فئة عندهم مشاكل مع ربنا في حياتهم، وقعدوا مع بعض وطلعوا حكم. الحكم ما فاده بيقول كده انه يجي الله علشان يحاكمنا لازم يجي انسان يعيش في بلد محتقرة من جنس مكروه ويعدي بأيام صعبة، يعيش فقير ويمشي ويكمل حياته بهذا الشكل، ولما يكمل بعد كده يروح يعمل كل حاجة كويسة ويروح يتظلم ويمسكون ناس يقتلوه ظلم ويتعرض لحكومة جبانة ما تعملش العدل والشعب ما بيحبوش. في الوقت ده حكمنا. فهمتوا اللي حصل؟ سكت الكل، محدش اتكلم، لانه طالع ان ده حصل. اخواتي، ان الحل لمشكلة الخطية والألم مش الأفكار الفلسفية، مش الأمور اللي بتتكلم عن مين هو الله وإيه هي حرية الإنسان وإيه هو الله قد إيه متسيد ومتسلط، ونقعد بقى نعمل بأسماء وبأفكار مختلفة مش هدخلكم في تفاصيل، ولا إن طبيعة الشر إيه. إن الحل لمشكلة الخطية إن إلهنا مات في الصليب زائل الموت. عاش عشتنا، تألم ألمنا، شايف كل حاجة. عشان كده لما بيجي يتكلم في رومية 5 بيقول لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. ليه محبة الله انسكبت في قلوبنا؟ هو كان قبلها بيتكلم على الألم وعلى الوجع وعلى الضيق اللي بينشئ صبر، لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. فبيقول ولكن الله بيّن محبته لنا ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. حبنا لحد الموت، حبني لحد الموت. فماذا نقول إذن؟ إن كان الله معنا في رومية 8 فمن علينا؟ لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ كان حصل ان في وقت من الاوقات حصل في حياتي انه موقف صعب، انه كان عندنا اول حفيد في العيله وكنا ابن اختي كان ولد حلو قوي وحصل انه كان اول واحد في العيله هنا واول واحد في العيله هنا، واتولد وكنا فرحانين بيه وقعد يكبر لحد ما في وقت معين وراح الرب سمح ان هو يحصل له وعكه صحيه ما تلحقش بيها. راح المستشفى بعد ما كان نفسه وقف، قعد شويه في العناية
وبعد كده الرب يعني أراد إن هو ياخده يكون عنده. أفتكر إنه أي حد كبير ممكن نقول هو عمل وعمل، لكن الرب كان في الوقت ده لما رحنا دفناه ما نساش الموقف ده حصل، انه رحنا دفناه وانا راجع وكنت في العربية لوحدي، في عربية من مدافع، وفاكر ساعتها سألت ربنا قلت له ليه. نسيت اقول لكم اني قبلها انا كنت بدرس حاجات عن الألم، الكلام ده عدى عليه فترة ممكن 7 سنين، كنت بدرس حاجات عن الألم، عن ان ازاي يكون في تدافع عن وجود الألم، وجود الله في هذه الحياة، وكنت حاسس انه ده هيكون لكل حاجة انا بعدي بيها احسن حاجة، فكريا رائع جدا. اعرف اقول لك حاجة بيسموها دفاعيات بشكل كبير جدا، سموه باليوناني، ممكن خدتوها مع دكتور سامول في المدرسة، خدتوها مع دكتور سامول أنا عارف، بيقول سيوديسي. فاللي حصل معاهم أني قعدت كده قدام الحاجات دي وقدام الموقف ده، عارفين حسيت بإيه؟ عارفين المركبة الورق اللي كنا بنعملها زمان دي؟ كأني حطيتها في بحر هايج، هتوصل حاجة ولا هي حاجة. فاكر ساعتها وانا راجع بقول له ليه يا رب، ليه يا رب ده حصل. افتكر ساعتها كانت الكلمه اللي جات لي كانت ماليه كياني قوي، رب بيقول لي انا ما استخسرتش في ابني الالم، والايه دي ظهرت قدامي، الله لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء. ساعتها ما عرفتش أرد على حاجة. أخويا أختي، لو في حاجة عايزة أقولها ليكم وليا وإحنا في وقت الألم، ما تبعدش عن إنك تكون قدام الصليب وبس وبس. هناك مش هقولك هتلاقي إجابة اللي أنت بتطلبها، بس هتلاقي إني أسئلتك ما بقاش ليها لازمة، وأسئلتك ما بقتش ليها لازمة قدام حبه اللي حبنا بيه. كتب واحد من الكتاب قال كده، لاهوتيين، قال إن الإله اللي واحد من الفلاسفة قال عليه كده، قال الله متعلق على خشبة، هو الإله اللي أنا بأمن بيه. ليه يا عم؟ كان اسمه جون. ليه يا عم جون؟ راجل يهودي. قال لك لأني دخلت معابد بتاعت بوزة، دخلت لقيت الصورة بتاعت أو التمثال بتاع بوزة عبارة عن واحد باصص لفوق على وجهه ابتسامة، لو تفتكروه كده حاجة بتشوفها في التلفزيون، على وجهه ابتسامة وبعيد كل البعد عن ألمنا وعن وجعنا وعن اللي احنا عايشين فيه. وقال بمجرد ما ادخل واشوف ده، خيالي على طول يتسبي في شخص الرب يسوع. وقال كده عنه، احب اقراها زي ما اتقالت بالظبط. قال كده، أول ما خيالي كنت أتخيل، كنت في تخيلي ألتفت إلى ذاك الذي الشخص المتوحد المشوه لقد دخل عالمنا وذاق المسامير في يده وقدميه وخلعت أطرافه وراح جبينه ينزف بسبب إكليل الشوك، جف حلقه بسبب عطش، بسبب عطشه،
غاصة زي ما احنا بنغوص في انه صرخ صرختنا، فبيقول إلهي إلهي لماذا تركتني؟ صرخ صرختي وانا بقول له يا رب وانا في الألم ليه يا رب سبتني؟ هو صرخ الصرخة دي. بس بيكمل بعد كده بيقول دخل إلى عالم اللحم والدم والدموع والموت، تألم لأجلنا وأصبح ألامنا أسهل احتمالا في ضوء ألامه. ألمنا بقت أسهل في ضوء ألامه. طب ليه؟ فبيكمل ويقول ستظل علامة الاستفهام موجودة على الألم والوجع اللي احنا بنعدي بيه، ولكن يمكننا بكل جرأة أن نطبع فوقها علامة الصليب، حيث أن الصليب هو التبرير الوحيد لوجود الله في عالم مثل عالمنا مليء بالألم. لو في حاجة في الدنيا تقدر تقول ان ازاي يكون الله موجود وفي ألم في الواقع، هي بس المسيحية. ليه؟ لان الاله الوحيد المتألم اللي احنا شفناه في كل الامور في كل العصور في كل الألم هو شخص يسوع المسيح الذي تألم لأجلي ولأجلك. ليه؟ ليه الألم؟ ليه الوجع؟ ليه الموت؟ ليه المرض؟ ليه التعب؟ هيكون السبب هقول لك الصليب. وهقول لي الصليب، عارفين ليه؟ الصليب فيه أخطائي حملها، الصليب فيه أخطاء الناس في حقي شالها، الصليب فيه إنه ألمي وجعي أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا ومضروبا، أمراضنا خدها في جسده. طب وإبليس وعدوته هزمه، طب والموت غلبه، فكل المشاكل اللي جت بسبب الخطية أصبحت في الصليب ليها حل. لذلك فالصليب هو حل الحلول لمشكلة المشاكل، ومشاكلنا اللي احنا بنعدي بيها هتظل بسيطة قدام الصليب. حاول تفكر في أفكار كتير، ليه حصل في حياتي كده؟ ليه دوه؟ ليه دوه؟ أنا هقولك معرفش أحط حاجة غير يسوع المسيح وإياه مصلوبا، مفيش حاجة تاني، مفيش حاجة تاني، ما ينفعش أحط قدامك ولا قدامك حاجة تاني، لأني في الوقت ده هكون بضحك عليا وبضيع وقتكم، بضحك عليكم، أنا معرفش غير يسوع وإياه مصلوبا. حد من الناس كان عنده شلل، فكان يجيله الشيطان بشكاية على ربنا فيقول له لو بيحبك بيحبك يسيبك كده؟ يعني بيحبك ويسيبك كده؟ سيبك مشلول؟ قال لي قال كده كنتش أرد عليه. كان بيعمل ايه؟ كان بيروح كأنه لو جاز الكول ياخده من ايديه وروح بيه عند الصليب وقول ولو ما بيحبنيش ما هو موجود هناك عشاني. ان الشك في محبة ربنا هي اصعب حاجة بتحصل معانا في وقت الالم، لكن عند الصليب يظهر محبة الرب. فحل الحلول هو الصليب، صليب المسيح. لكن ده الجزء الثاني، الحلول، الحل، حلوله، حلوله فيا،
حلول المسيح، بس مش أي مسيح، المسيح المقام من الموت. فحلوله معايا، ف ممكن اللي بعده. اوكي شكرا. المسيح لما جه اتولد اتقال عنه عمانوئيل، لان الله معنا، في متى 23. وجي يمشي من هنا من على الارض قال انا، متى 1:23، وقال ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر، في نهايه متى. فعمانوئيل الله معنا، يقدر يدي في حياتنا لكل الم ومعاناه معنا، بحلوله معانا، بوجوده معانا. هو الله مع المتألمين. أشعياء 63، في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته أنقذهم. رب يسوع نفسه اتكلم عن نفسه في متى 25، فبيقول إني كنت جعانا فأطعمتموني، كنت عريانا فكسوتموني، كنت سجينا فزرتموني. فبيقولوا له متى يا رب رأيناك؟ قال لهم ما فعلتم بأحد هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. عايز أسألكم سؤال، هو الرب يسوع كان فين؟ كان مع المتألم، كان مع الموجوع، كان مع العريان، كان مع كل واحد جعان. هو ده الرب يسوع. لكن حلول المسيح نفسه كمان هيعمل حاجة تانية، حلوله هيحلي شخصه عن أي حد وعن أي حاجة. تفتكروا شعب بني إسرائيل لما دخل جاي يطلع على أرض الموعد، عدى على حتة اسمها مياه مرة، لكن قطع فيها الشجرة ورمى الشجرة في هذه المكان اللي فيه المية، حصلت إيه؟ صارت المياه عذبة. وعايز أقول لك حاجة وأقول لنفسي حاجة، دخل المسيح معاك في ألمك، دخلي المسيح معاك في ألمك، وهيبقى المر حلو، لأن فيها هو هيورينا حلوته، ذاك يمجدني. شخص الروح القدس هيملأ قلبنا وعقلنا بشخصه وبجماله وبحلوته، في الوقت ده هيتمجد ويبقى حلو. لكن في حاجة تالتة، حياة المسيح اللي عدى بيها بكل أنواع الألم وهو رئيس كهنة أمين، مجرب في كل شيء بلا خطية، قادر إن هو يعين ضعفتنا. بس عايز أقول لكم حاجة، الحياة اللي المسيح عاش بيها، بيتخان من أصحابه، بينكر من تلاميذه، بيفترى عليه من رؤساء الكهنة، وبيظلم، هي نفس نوع الحياة اللي هي ليا وليك. أو بمعنى تاني، المسيح حياتنا، المسيح موجود ليحل المسيح بالإيمان في قلوبنا. المسيح حياته هتيجي عليا في وقت الألم ليحل الله روح المجد، والله يحل عليكم. وقت ما تكون احنا بنقعد وبنقول له يا رب حل علينا، ادخل معانا في ألمنا، ادينا حياتك، فيبقى المجد، فيبقى الألم هو وقت وحاجة علشان نقدر يكون المسيح بيعيش فينا بشكل أكبر ويسكن فينا بشكل أكبر. فأقدر أقول مع بولس، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. عايز أسألكم سؤال، إيه أصعب حاجة ممكن تحصل لنا؟ أصعب حاجة ممكن تحصل هي الموت. مش إن إحنا نطرد من شغلي، مش إن أنا يجي لي مرض أو يحصل معايا أي مشكلة، أصعب حاجة ممكن تحصل معايا هي الموت. بس عايز أقول لكم، الحياة اللي لينا في المسيح
هي حياة هزمت الموت. فحياة المسيح المقام من الأموات هي نفس الحياة. فالحاجات التانية أقل بكتير. بس إحنا نسحب، بس أنا أسحب، بس أنت تسحب، بس أنت تسحبي، تسحبي من حياة المسيح بقوة الروح القدس اللي بيمجد شخص المسيح. فالمسيح يعيش فينا في الألم والوجع، بس تدعوه، بس تدعي، ويعرف يستخدم كده. أنا كان نفسي أتكلم عن رومية 5 ورومية 8، لكن أنصح البعض أن رومية 5 من 1 ل 12 يروح يقروها النهاردة. هو بيتكلم على السلام اللي ليا مع الله. أخذت التبرير من مرتين صح يا دكتور سامر؟ خلاص، السلام اللي ليا مع الله بعد ما تبررت من الله، ومحبة الله ليا، محبة الله ليا، والخلاص اللي ليا في المسيح من الغضب الآتي. أنا مختلف عن الناس، بس برضو أخدته عن انتظار الرب صح؟ مرة اللي فات في رومية 8 بتكلم عن الرجاء اللي لينا في المسيح، رومية 8 من عدد 17، وإني هيحصل دي مش نهاية الأمر، وإني العالم ده كله هينتهي، ومش نهاية الأمر، مش الإند بتاع الأمر، هو غير إنه في رجاء، وإن الروح القدس فينا هيعين ضعفتنا، وأخيرا إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. إيه هو الخير الأسمى؟ عارفين إيه؟ يكونوا مشابهين صورة ابنه. الخير اللي لازم يكون قدام عيوننا هو الخير الأسمى لينا، إن إحنا نعكس شخصية الله بشخص يسوع المسيح من خلال يسوع المسيح اللي يظهر فينا من خلال الألم، من خلال الوجع. تقبل المسيح يجي؟ تقبل المسيح يكون فيها وفيك؟ هختم بالسلايد ده. لما تيجي عند حد متألم وخصوصا مؤمن، بص على يوحنا 11 وشوف المسيح عمل ايه. غير المؤمن ساعات بيتقلوا وضيق عليهم كي يشعروا، لكن المؤمن اوعى تحسب ان لان بيحصل كده في حياتك انت مش مؤمن، لان بيحصل في حياتك ألم انت مش مؤمن. لا، هقول لكم سبب واحد في رومية 8 واضحة جدا. هو المسيح لما تألم دخل المجد ولا لا؟ بعدها دخل المجد. واحنا لما بنتبع المسيح بنمشي في نفس طريقه، في ألمنا اللي احنا بنعيش فيه بنعيشه، علشان انه لما بيقول ان ألام الزمان الحاضر لا يقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا، مش يستعلن لنا فنتفرج عليه، لكن يستعلن فينا، جوايا وجواك. فتبقى حفارات الألم هي اللي بتعمل كل مكان جوايا وجواك من أجل أن المسيح يظهر فينا. المؤمن المتألم اعمل معاه حاجة من اتنين، يا اما تشاور على المسيح القيامة والحياة، القيامة من الموت، من أصعب مشاكل زي ما حصل مع مرسى، قال لها شاور على شخصه، أنا القيامة، أنا القيامة من الموت، أو أنا الحياة اللي بديها بعد ما أقوم من الموت. الحاجة التانية، الحاجة التانية، ابكي معي زي ما عمل مع مريم. هختم باللي بدأت بيه، حل الحلول هو صليب المسيح، لأنه قدام صليبه بتسقط كل أسئلتنا،
بنعرف نعلق أسئلتنا عليه، بنعرف نعلق أسئلتنا على 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 صلاحه وعلى شخصه وعلى حبه اللي أعلن لينا وإحنا بعد خطا. لكن لو عايزة أدي لك وأدي لك وأدي لنفسي حاجة وإحنا طالعين نقابل الألم اللي إحنا عايشين فيه والوجع من تعب ومن ألم جسدي ومن أمور، أترك أدعو المسيح لأنه يدخل حياتك. مؤمن كنت وتعرفه من سنين، بس قول له أدخل معايا في وجعي، أدخل معايا في ألمي. هتختبر ما لم تختبره لا بعد كده ولا قبل كده. أدخل معايا في الحتة اللي أنا فيها بحس إن أنا مش نافع، واقع. أدخل معايا في الحتة دي، شخصه يحل يحلي كل مر ويحل من كل ضعف ومن كل حزن. لو أنا عايز أقول لك حاجة، اطلع من هنا وانت ماسك في المسيح المقام من بين الأموات اللي قال إني أنا حي فأنتم ستحيون، لأن لينا نفس نوعية حياة المسيح اللي عاش بيها وقام بيها وموجود بيها وادهولنا عشان نعيش في الألم، فيبقى بيستعلن مجده. وعايز أقول لكم إني خف ضيقاتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. احنا بنشوف على الوقتي لكن هو بيشوف على الأبدي. بس عايز أقول لكم، أقول لنفسي نقضيها معاه أفضل من نقضيها مع أي حاجة ومع أي حد. تعال نغمض عينينا واحنا بنقول له اطرح ألمك قدامه. عندك أسئلة؟ عندك أسئلة؟ روح بيها عند الصليب، قولها له، قولها له، قول له ليه؟ بس مش ليه اللي انت فيه زعلان منه، لكن فيها ليه اللي انت بتستفهم. لكن لما تشوفه معلق، افتكر في الوقت ده وهيبقى المكان اللي هتعلق فيه اسئلتك على ذاك المعلق، وهتسيبه يكلم جروحك بجروحه بجلدته. شوف ايده، هيعمل بيك ما لا يخطر على بالك، وهيعمل بيا ما لا يخطر على بالنا لو سبناه يدخل معانا في ألمنا. في ألم بيقدر يمنحها، عايز يمنحها، وفي ألم طبقا لمشيئته بيعدينا فيها. لكن عدى زمان مع فأتون النار مع الفتيشتات، قل له يا رب، يا رب يسوع، يا القائم من بين الأموات، وحط ألمك ووجعك قبل القائم ما بين الأموات. هتلاقي إن وجعنا أقل جدا من الموت، ألمنا ومشاكلنا أقل جدا من الموت، لأنه ملك الأهوال. إحنا مشينا ومشيين ورا وموجود فينا اللي غلب ملك الأهوال. شوف الهول اللي عندك، شوف المشكلة اللي عندك، قول يا رب عايز حياتك اللي مش بس غلبت كل الألم اللي عديت بيه، لكن غلبت أقوى عدو، الموت. ولو وصلت للموت هعرف أقول له لأنك أنت معي لا أخاف شر. حب الرب، قول له اديني حلولك
حلك للحلول لكل مشاكل صليبك يا رب، وقيامتك هو الحلول لكل حل. حل الحلول، حلولك فينا يا يسوع، اسكن فينا باسم الرب يسوع.